انتهنا من السياسة. لا داعي لأن تخاطر بمستقبلك. تذكر ما حدث آخر مرة، تذكر ما وضع بين عيناك. لكن طفح الكيل، أنا لوطني ووطني لي، أنا جزء منه وأدين له شئت أم أبيت. وبعد التمرد تغيير شئت أم أبيت. في هذا اليوم المبارك المجيد حدث أن رأيت المليون والنصف مليون شهيد. حدث أن حملوا العلم، ذبحوا الذل والألم. أملك أمثالنا تطلقون فيهم صفات العبيد. مجددا ذاك الحب وذاك الوطن، أفتحيا وطنيتنا دونكم، فشكرا لكم وأحلاكم من ابتلاء. شئت أم أبيت أدين له بأكثر من مجرد المكوث فيه، وكأنني ما رأيت مرة واثنين وفوت، والآن أنا لها. أتدري ماذا؟ الحروف وإن لم تحرر الشعوب فبئسا وسحقا لها. وقطرة تفيض كأسي على من ما ظهر، ألم يفترض أن تظهرون مجددا ذاك الحب وذاك الوطن؟ ويستفزني أعلام أعمى يرى ما يشاؤونه ويعمينها جميعا. أفعلا في بلد كهذا كل يوم روح تزهق؟ أو المهنة من فقدت شرفها؟ أم أنكم أنتم من رحتم في أعداد المشاهدات هباء؟ هباء هباء كلاب ظل وانتهى، فأتيت لتظهر الحق وما عدت تنفع به بعد الآن. إعلام ألهوه فالتهى. دم سخون دم سخون، وإن أحتاج وطني لمتمرد فأنا هنا، وإن أحتاج لكاتب فأنا سبعة، وإن أحتاج لمؤرخ فأنا تاريخ، وإن أحتاج الحب واستغاث فأنا 40 مليون جنديا جزائري. وحدث أننا عائلة كبيرة كثيرة الشجار فيما بينها، ككل العائلات الأخرى نلتعم كي اقتربت من فرد منا. ودهورك سيادتك لا شيء تبقى لنخسره، أتعطوننا سجنا آمنا وسط البحر وتأكلوننا، ويصبح الخيار زورقا للذهب أو بقاء بمقصلة. كلاهما الموت، وحتى خياراتكم لها ربنا أعطاها ذلك اللون، يقودها صواب ويعلم، صدقني إنه يدري ويعلم. وحملوا العالم وأمسك العدو وردة من العدو يومها، على أرض لم تجف منها بعد دماء المليون والنصف شهداء. فاتفقنا بقسم لأنكم من الراحلين بإذن الله، أولم تكتفوا بعد من جيوبنا؟ كثيرا ما تفرغ وأمي تمرض ولا أراني أعالج في فرنسا، لا ترحلون هذه المرة بإذن الله. وطالب ملكت في رأسي خطة تبهج العالم ولا أحد التفت، حتى قرر الرب أنني سأكتب ليضعني في أقداركم. فيا ويل أنفسكم ويا ويل ما اجتهد. دون يا تاريخ، نحن أعلامنا ونحن جيشنا، نحن أنت ونحن مؤرخيك، نحن قبل كل شيء الجزائر. منا العظماء أجن الدكاترة والأدباء، أمهاتهم والسغاريت. حدث أن خرجوا يوم 22 فبراير 2019. دون يا تاريخ، خرجوا بعد أن خسروا كل شيء. اكتب سلمية سلمية. ولم يكسر غصن في ساحة الحرب، بل ونظفوا الشوارع خلفهم، نظفوا القذارة التي كان يفترض أن ينظفها سيادته، قاموا بعمله لا ربما يفهم. ومع الأسف أنه مطرود لأنه لم ولن يجيد عمله. مواهب خلف الجدران والعاهرات في المنبر، أحال بلادي مبكي أم أنني أتخيل الدر؟ حين قامت ثورة في 54، آمنت بالتحرير أم لم تؤمن؟ أحدث أم لم يحدث؟ أخبرني فقد كنت هناك. 1.5 مليون أسقطت احتلالا كاملا. 1.5 مليون، فما تراه في نفسك أمام 40 مليون؟ أخبرني، لا يبدو شعبي شهيدا هنا؟ الشعوب تقرر السلام أو الهلاك. فمن تعتبره جيشك هم عائلتنا، فلمن خربوا فينا وداخلنا في أحشائنا وما بيننا؟ دون يا تاريخ، أننا سننتصر يوم أن عقدنا العزم أن تحيا الجزائر. والدماء الزاكيات الطاهرات.